في البصرة أفاد مصدر أمني بإغلاق منفذ صفوان الحدودي مع الكويت حتى إشعار آخر. المصدر أضاف أن قرار إغلاق المنفذ الحدودي في البصرة جاء بطلب من دولة الكويت، مبينا أن أسباب غلق المنفذ ما زالت مجهولة حتى اللحظة، فيما أعلنت الكويت من جانبها حظر دخول جميع السفن القادمة من العراق بأنواعها كافة، وذلك بناء على توصية من وزارة الصحة الكويتية ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.